صباح الخير السادة رؤساء جلسات الباحثين الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا شكرا لحضوركم طبعا في يوم عطلي للورشة اللي بقيمة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في هذه الندوة حول تداعيات هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة. ولهذا الموضوع أهميته، إذ لا يوجد في عصرنا سلعة أخرى أو خدمة لها هذه الأهمية وهذا الاهتمام كما للنفط وأسعاره، وهذا بسبب ضخامة الآثار السالبة والموجبة التي يخلقها تحرك الأسعار على الدول والأفراد. فالارتفاع يخلق رابحين وخاسرين، والانخفاض انخفاض الأسعار يبدل مواقع الرابحين بالخاسرين، ولكنها ليست معادلة صفرية. فما هي أسباب انخفاض الأسعار ودوافع قرار أوبك بعدم خفض إنتاجها؟ هل هو الحفاظ على الأسواق ومنع مصادر الطاقة الأخرى مثل النفط والغاز الصخري الذي نما إنتاجه بسبب الأسعار المرتفعة، منعها من الاستيلاء على أسواقها كما تبرر أوبك ذلك، أم أن دافع خفض الأسعار هو دافع جيوسياسي يقصد منه الضغط على إيران، أم أن السببين اجتمعا سوية؟ ثم أليس قرار أوبك كما يقول البعض إنه كمن يطلق النار على قدميه، ولكن لا مفر من ذلك؟ مع الهبوط الكبير للأسعار خلال السنة المنصرمة تضخمت الآثار من خسارة وأرباح، وتتحمل بالطبع البلدان المصدرة الخسائر الكبرى، لأن صادرات النفط تشكل كما نعلم 70-90% من إيراداتها الخارجية، مما يخلق أثراً سلبياً على موازناتها التي تضخمت خلال العقد الماضي. فكيف سينعكس تراجع الإيرادات على البلدان المصدرة على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الرفاه العام، وعلى فوائدها المالية وحتى أسعار عملاتها قد يكون؟ وما هي السياسات والإجراءات القريبة التي ستتخذها هذه البلدان لمواجهة هذا التحدي الصعب، وما وهي كما نعلم سياسات موجعة، وما الحلول على المدى الطويل وهي حلول صعبة، وما هي تأثيراتها على عادات الاستهلاك وأنماط العيش؟ وإذا كان لدى دول مجلس التعاون فوائد مالية تساعدها، فكيف سينعكس تراجع الإيرادات على البلدان المصدرة الأخرى مثل العراق والجزائر وإيران وحتى روسيا التي لا تملك فوائد واحتياطيات كافية، وما مدى تأثيره على استقرارها الاجتماعي؟ من جهة أخرى، ما هي المكاسب التي تحققها البلدان المستوردة؟ وهل سيساعد هذا الانخفاض موازنتها التجارية وموازين مدفوعاتها ويحسن وضعها المالي ويسهم في استقرار عملاتها ويخفض أسعار السلع والخدمات، بما يحسن معيشة الأسر ويحقق فرات تذهب للاستثمار يدفع بمعدلات النمو نحو الأعلى؟ ولكن ما هي الآثار السلبية على البلدان المستوردة ذاتها؟ مثلا كيف ستتراجع تحويلات عمالتها مثلا من دول مجلس التعاون الذي تبلغ تحويلاته الخارجية للعمالة بحدود 90 مليار دولار سنويا، منها نحو أكثر من 20 تذهب إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ كيف ستتأثر القطاعات الموردة لمستلزمات الصناعة، صناعة النفط وخدماتها وأرباح شركاتها وأسعار أسهمها؟ كيف ستتراجع استثمارات البلدان المصدرة عبر دول العالم؟ وكيف سيؤثر كل هذا على الطلب على الدولار مثلا، وهو العملة الرئيسية لصناعة النفط؟ وإلى متى ستبقى الأسعار منخفضة؟ ألن يؤدي انخفاضها إلى تراجع الإنتاج وبالتالي إعادة ارتفاع الأسعار، وهذا يعيد مرة أخرى النفط الصخري إلى الساحة؟ هذه أسئلة كثيرة، إلى جانب أسئلة أخرى ستناقشها الندوة حول مستقبل الأسعار. إلى متى ستبقى الأسعار منخفضة؟
ألن يؤدي انخفاضها إلى تراجع الإنتاج كما ذكرنا؟ هل سيؤثر تراجع إيرادات الدول المصدرة على مجريات الصراع في بعض البلدان مثل اليمن وسوريا والعراق؟ ما هو تأثير التكنولوجيا على تطوير مصادر أخرى للطاقة؟ ولكن أليست الطاقة الشمسية بحد ذاتها فرصة للبلدان المصدرة ذاتها؟ وهل تفعل هذه البلدان ما يجب أن تفعله بهذا الخصوص؟ وهل تستخدم الدول المصدرة إيراداتها وفوائدها الهائلة في تطوير بدائل مستقبلية؟ كل هذه الأسئلة قد يكون غيرها ستطرح للنقاش ضمن ما يتيح له الوقت. جلستنا الأولى ستبدأ الآن. سيترأس الجلسة الدكتور حسن علي، والدكتور حسن هو العميد المؤسس لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وأستاذ فخري للاقتصاد في جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة، كما يشغل منصب رئيس منظمة اقتصادي الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه عضو في مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا. أما بقية الخبراء، السادة الخبراء، فسيقوم الدكتور حسن بالتعريف بهم. تفضل دكتور حسن. السلام عليكم جميعا، وأسعدتم صباحا. أشكر الحضور على التضحية بعطلة نهاية الأسبوع. أعلم أن البعض يرى أن الجو مناسبا في الخارج للتنزه، وذلك يدعو إلى احترام حضوركم أكثر من أي وقت مضى. هذه الندوة في الحقيقة هي ندوة تحضيرية لمؤتمر سيعقد إن شاء الله في مارس القادم، 23 مارس إلى 25 مارس على وجه التحديد، عن نفس الموضوع. وأنا أعتبر أن هذه الندوة عبارة عن مقبلات وفتح للشهية، فإذا أعجبتكم الوجبة سترون المزيد إن شاء الله، إن شاء المولى، في مارس القادم. سيحضر المؤتمر في مارس القادم أيضا صفوة من خبراء الاقتصاد، لأن المؤتمر سيكون هو المؤتمر 15 العالمي لمنظمة اقتصاديين الشرق الأوسط، وسيكون هناك عدد كبير من العقول التي درست هذه المنطقة ودرست الطاقة والبترول على وجه التحديد، بما فيهم خبراء من المنظمات الدولية ككبير اقتصاديين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما سيحضرها أيضا عددا من الأكاديميين المرموقين. فأرجو منكم الانتباه إلى هذا الموعد إذا أراد الله. الندوة الأولى التي أتشرف برئاستها هي في الحقيقة تعتبر كما قلت مقبلات، لأن يحضر معي فيها ثلاثة من أهم الخبراء في المنطقة. الدكتور ممدوح سلامة سيكون له أول مداخلة عن أسباب انخفاض أسعار النفط، ثم الأستاذ محمد الشطي عن ماذا يعني ضعف الأسعار لشعوب البلدان، والدكتور خالد الخاطر عن تحديات انهيار أسعار النفط وردود أفعال السياسات في دول مجلس التعاون. دعوني أقدم لكم الدكتور ممدوح سلامة، خبير الطاقة الدولي والمعروف، وهو مستشار لدى البنك الدولي في واشنطن، وأيضا خبير لدى منظمات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. يحمل شهادة الدكتوراه في اقتصاد وجيوبوليتيك النفط والطاقة، وهو أيضا أستاذ زائر لاقتصاديات الطاقة في عدد من الجامعات بما فيها الـ ESCP Europe University. له العديد من المؤلفات، وهو كاتب له العديد من المراجعين والمتشوقين لمعرفة ما يفكر فيه اليوم في ظل انخفاض أسعار النفط. سيتحدث الأستاذ ممدوح، احنا بنعطي من 15 ل 20 دقيقة، هو أصر أن تكون 20 دقيقة
على أقل تقدير، وأنا سأترك له حرية التقدير للموقف، ولكن لا تزيد عن 20 إن شاء الله، حتى نترك في النهاية بعض الوقت للأسئلة والأجوبة من الجمهور. مرة أخرى الدكتور ممدوح سلامة هو خبير دولي الطاقة وسيتحدث عن أسباب انخفاض أسعار النفط، والكلمة له. الأستاذ سمير صعيفان والحضور الكرام، انخفض سعر النفط ما بين حزيران من العام الماضي حتى الآن بأكثر من 54%، ومما زاد الأمور سوءاً قرار أوبك الخاطئ برفض خفض إنتاجها كما جرت العادة في الحالات السابقة عندما كانت تحدث تخمة. الأسباب سببان رئيسيان أعطيا لانخفاض تدهور أسعار النفط. السبب الأول التخمة التي عزيت إلى ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإلى إنتاج فوق حصصهم من قبل أعضاء منظمة أوبك. السبب الثاني بعض التباطؤ الاقتصادي في الصين والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك حجم التخمة في السوق تقدر بواحد إلى 2 مليون برميل. في رأيي أن تخمة من هذا القبيل وتباطؤاً اقتصادياً صغيراً لا يسببان هذا الانحدار السريع في أسعار النفط. العالم ما بين عامي 2008 و2011 مر بأزمتين، إحداهما مصرفية وأخرى اقتصادية، وكانت أزمتين صعبتين، ومع ذلك لم تهبط الأسعار بهذا الشكل ولم تدم لهذه المدة. الحكم على ظواهر الأمور أقول أن هناك عامل سياسي، وهذا العامل السياسي هو تواطؤ بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وراء الأسعار من أجل إيذاء اقتصاد إيران واقتصاد روسيا. السعودية تخوض حرب غير معلنة مع إيران بسبب برنامجها النووي، وكذلك تورطها في سوريا وفي لبنان، والولايات المتحدة تسعى إلى تشديد العقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. للأسف أن هذه الاستراتيجية قد فشلت فشلاً ذريعاً. أولاً بالنسبة لإيران، توقيع الاتفاق النووي الأخير يرفع العقوبات عنها قبل انتهاء هذا العام، ويفتح المجال أمامها للارتباط بالاقتصاد العالمي من جديد. بالنسبة لروسيا، هي سابع أكبر اقتصاد في العالم، وهي قادرة على التغلب على نقص وارداتها من صادرات الغاز والنفط، وقد استطاعت أن ترفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل، أي أصبحت أكبر دولة في العالم منتجة للنفط، كما أن روسيا لديها ورقة رابحة جدا وهي الصين. في العام الماضي وقعت الصين وروسيا اتفاقيات تقدر بتريليون دولار، أي 1000 مليار دولار، لتزويد الصين بالنفط والغاز الروسيين. التاريخ، هناك عندما أقول بالحكم على ظواهر الأمور أقول أن هناك تواطؤ أمريكي سعودي، سأعطي 3 أمثلة لارتباطها بسياسة النفط. المثل الأول أن السعودي عنده في عام 73 عندما انهار النظام الذهبي الذي كان بموجبه الدولار الأمريكي مرتبطاً بالذهب، 35 دولار مقابل الأونصة، أصبح هناك نزفاً كبيراً من مخزون الذهب لدى الولايات المتحدة، بحيث لم تستطع أن تستمر في هذا النظام، كما أنها رفضت أن ترفع قيمة الذهب مقابل الدولار، ففكروا بطريقة ثانية
للاستمرارية في الطلب العالمي على الدولار كما كان الحال تحت النظام الذهبي. فابتدعوا فكرة البترودولار، أي الدولار الأمريكي المستخدم في تسعير وبيع النفط في العالم. أمريكا بإدارة الرئيس نيكسون اتفقت مع السعودية على أن تقوم السعودية بتسعير وبيع نفطها بالدولار الأمريكي فقط، وأن تستغل ما يزيد عن حاجتها من عائدات النفط في شراء سندات الخزينة الأمريكية. مقابل ذلك تقوم الولايات المتحدة بحماية حقول النفط في السعودية من جيرانها ومن إسرائيل، وكذلك تقوم بتزويد السعودية بالأسلحة. طبعا هذا باللغة الإنجليزية ما يقال win-win situation، لأنها السعودية تتعهد بحمل الديون الأمريكية وكذلك تدفع ثمن للأسلحة للدفاع عنها، ثم أن الولايات المتحدة تستطيع أن تشتري ما تحتاجه من العالم من النفط بعملة تطبعها متى شاءت. ننتقل إلى عام 1980، قام وزير النفط السعودي المخضرم الشيخ أحمد زكي اليماني بإغراق السوق بأكثر من 10 ملايين برميل، حتى هبط السعر إلى 10 دولارات للبرميل بخسارة ضخمة لأعضاء منظمة أوبك. قال في ذلك الحين أننا ندافع عن حصة السعودية في السوق العالمي. تبين فيما بعد في الوثائق التي كشفت أخيراً، وهي وثائق سياسية حقيقية، تقول أن كان هناك تواطؤاً أمريكياً سعودياً للإسراع في انهيار الاتحاد السوفيتي. دور السعودية كان إغراق السوق العالمي بالنفط حتى يهبط السعر كثيراً، وأمريكا تحت إدارة الرئيس ريغان تدخل في سباق تسلح مع روسيا. روسيا أنفقت كل ما كان لديها من دخل النفط في سباق لا جدوى له. ثم يأتي الوزير الحالي علي النعيمي الوزير السعودي ويمشي على خطى الوزير أحمد زكي اليماني ويقول أننا ندافع عن حصة السعودية في السوق. الأرجح أن هذا مثلا آخر على التواطؤ الأمريكي السعودي. الآن لماذا رفضت أوبك خفض إنتاجها؟ الوزير السعودي أعطى في فترات متفاوتة عدة أجوبة. الجواب الأول قال أننا نريد أن نحافظ على حصة السعودية وحصة أوبك في السوق العالمي، ولكن جوابي على ذلك إذا أقدم كل منتج للنفط على الدفاع عن حصته فستزداد التخمة وستنهار الأسعار أكثر، وبالتالي الجميع سيكونون خاسرين. ثم قال في مقابلة أخرى مع مجلة ميدز ميدل إيست إيكونوميك سيرفي القبرصية، قال أن السعودية ودول الأوبك هي دول تنتج النفط بسعر مكلف بسعر منخفض جدا جدا، ولها الأولوية، يجب أن يكون لها الأولوية في حجم حصتها في السوق على حساب الدول التي تنتج بأسعار كبيرة مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل. هذا منطق لا أعتقد أن هذه الدول تقبله. ثم قال حتى لو انخفض السعر إلى 20 دولار فهو لن يخفض إنتاج السعودية، وأن باستطاعته أن يغطي العجز في الميزانية بالاقتراض من استعمال الاحتياط المالي السعودي والاقتراض من البنوك. وردي على ذلك أنه إذا كان في مقدورك كصانع قرار أن توقف العجز في المقام الأول، لماذا تحتاج إلى الاستدانة؟ أخيراً آخر جواب كان له أننا أردنا أن نبطئ نمو النفط الصخري الأمريكي بل ونقتله. الحقيقة عكس ذلك، النفط الصخري الأمريكي حقيقة واقعة، وعندما تعود الأسعار إلى الارتفاع سيعود إلى الارتفاع، لكن جواب منتجي النفط الصخري الأمريكي كان
أنه عملوا بمساعدة التكنولوجيا على خفض البريك إيفن برايس، أي السعر كلفة الإنتاج، من 70 إلى 85 دولاراً إلى 60 دولار الآن، وهم يقولون أنهم سيتمكنون خلال فترة قصيرة بخفضها إلى 50 دولار. صحيح أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي انخفض منذ العام الماضي بحوالي 600 ألف برميل نتيجة لانخفاض بقيمة 71% من الحفارات، من 1609 حفارة إلى حوالي 450 حفارة، ولكن كما قلت سيعود النفط الصخري الأمريكي إلى الارتفاع عندما تعود الأسعار إلى الارتفاع. السعودية وأوبك غير قادرة على قتل النفط الصخري الأمريكي، ما سيقتل النفط الصخري الأمريكي هي الجيولوجيا والديون الكبيرة المترتبة على منتجي النفط. الجيولوجيا لأن من المعروف أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي في العام الأول من الإنتاج سرعة النضوب 70 إلى 90%، هذا يحتم على منتجي النفط الصخري أن يحفروا سنوياً ما يقرب من 9000 بئر بكلفة 45 مليار دولار تضاف إلى كلفة إنتاج النفط الصخري، ثم أن الديون تتراكم على منتجي النفط الصخري الأمريكي حيث بلغت حتى الآن 170 مليار، على أساس أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة منخفض جداً أو معدوم. فتخيلوا لو ارتفعت سعر الفائدة كما يبحث الآن في الولايات المتحدة، كم ستزداد هذه الديون وكم منهم سيعلنوا إفلاسهم. الاقتصاد العالمي لا يستطيع أن يتعايش لفترة طويلة مع أسعار منخفضة، لأن ركائز هذا الاقتصاد ألا وهي الصناعة النفطية التي هي أكبر صناعة في الاقتصاد العالمي، والاستثمارات العالمية في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول المنتجة للنفط. هذه الركائز ستتقوض إذا استمر انخفاض سعر النفط لفترة طويلة. الشركات السبع الكبرى النفطية في العالم باعت منتجات مؤسسات منتجة لها بقيمة 150 مليار، كما خفضت هذا العام إنفاقها بنسبة 35 مليار دولار. هذه الشركات تحتاج إلى سعر يتراوح ما بين 125 إلى 135 دولارا للبرميل الواحد لموازنة ميزانياتها. بالنسبة للسعودية صانعت هذا القرار، قرار عدم خفض الإنتاج والضغط على أوبك بعدم خفض الإنتاج. صندوق النقد الدولي يقدر أن السعودية ستخسر هذا العام 130 مليار دولار نتيجة انخفاض الأسعار، أي 20% من الناتج الإجمالي. إضافة إلى ذلك، السعودية لأول مرة منذ عام 2007 عادت إلى سوق المال للاقتراض. كما قلت، إذا كان بإمكان وزير النفط السعودي أن يمنع هذا العجز، لماذا الاقتراض؟ بالنسبة لدول أوبك جميعها تحتاج إلى سعر النفط يزيد عن 100 دولار باستثناء قطر وإلى حد ما الكويت. لهذا السبب هذه أوبك لا تستطيع قتل النفط الصخري الأمريكي، لأن كلفة الإنتاج للنفط الصخري الأمريكي حتى لو كانت 70 إلى 85 دولار فهي أقل من 100 دولار التي يحتاجها أعضاء منظمة أوبك لموازنة ميزانياتهم. دول الخليج العربي حصلت على 574 مليار دولار كدخل لعائدات النفط في عام 2013، انخفض هذا الرقم إلى 452
خصوصا في النصف الثاني من العام الماضي عام 2014، والمتوقع في عام 2015 ان يصل دخلها على اساس سعر 50 دولار الى 332 مليار، اي باقل من 240 مليار عما كان عليه في عام 2013. الدول الخليج العربي المنتجه للنفط ستبقى عرضه لتذبذبات الاسعار طالما تعتمد بنسبة 85-90% على دخل النفط، وكونها لم تنوع مصادر دخلها منذ اكتشاف النفط في أراضيها في مطلع القرن العشرين. كما نرى أن هذه الدول مثلاً تنفق هذا العام 36 مليار دولار على استيراد المواد الغذائية معظمها من الولايات المتحدة. خلال 5 سنوات، أي في عام 2020، سيرتفع الرقم إلى 53 مليار. إذن لماذا لا تبدأ في تنويع مصادر دخلها باللجوء إلى صناعة المواد الغذائية لإعطائها أمناً غذائياً وتمكينها من توفير هذه المبالغ الاستيرادية من الولايات المتحدة، وكذلك إمكانها تصدير الزائد عن حاجتها. مجال آخر لتنويع مصادر الدخل هو الاستثمارات في الطاقة الشمسية لإحلالها محل النفط في محطات تحلية مياه البحر، ثم استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النووية لإنتاج الكهرباء. ومن يعلم في السنوات القادمة قد تتمكن دول الخليج من تصدير الكهرباء الشمسية إلى أوروبا كما يجري الحديث عنه الآن. كثر الحديث عن عودة إيران إلى سوق النفط. الصحف الغربية تهدد بأن عودة إيران ستغرق السوق النفط العالمي. هذا بعيد جداً عن الحقيقة، لأنه حتى لو رفعت العقوبات الآن عن إيران، إيران حسب ما تقول وكالة الطاقة الدولية في باريس أنها تحتاج إلى 3 إلى 5 سنوات و200 مليار دولار استثمارات لإصلاح خزاناتها الريزرفوار التي تضررت منذ أيام شاه إيران عندما كانت إيران تنتج 6 مليون برميل في اليوم. ثم أن استثمارات من هذا النوع غير متوفرة في ضوء انخفاض الاستثمارات العالمية وتبلبل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. المستثمرون لن يخاطرون بأموالهم مدام الأوضاع السياسية وأسعار النفط منخفضة بهذا الشكل. وزير النفط الإيراني يقول أن بإمكان بلاده أن ترفع إنتاجها إلى 4.8 مليون برميل في العام القادم بعد رفع العقوبات. علينا أن نتذكر أن إيران منذ عام 2000 لم تستطع أن تحقق حتى حصتها المقررة لها من أوبك وهي 4 مليون برميل. في هذا العام إيران ستنتج ما يقرب من 2.8 مليون برميل، تصدر منها 750,000 برميل. انخفاض صادرات وإنتاج إيران لم يكن مرده العقوبات وحدها، بل أضرار التي دحضت في خزاناتها في الريزرفوار. أوبك الآن أصبحت في وضع هامشي. سياسة السعودية في الدفاع عن حصتها في السوق تتنافى مع قرار مع الاتفاقات المعتمدة عليها في أوبك، وهي الحصص الإنتاجية لفائدة جميع الأعضاء والدفاع عن الأسعار لمصلحة هذه الأعضاء. ثم هناك العراق. العراق ينتج الآن أكثر من 4 مليون برميل. العراق سيطالب بحصة أكبر في أوبك. هل توافق السعودية على خفض إنتاجها لإعطاء العراق حصة أكبر؟ ثم هناك طموحات روسيا لأخذ حصة أكبر من السوق العالمي، وروسيا تركز الآن على الصين التي هي أكبر سوق للطاقة في العالم. السعودية كما تقول روسيا عرضت على روسيا
تحالفا نفطيا، أي تسيطر بموجبه السعودية وروسيا وهم أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم على سوق النفط العالمي. إذن أوبك لن تعود إلى مسارها السابق إلا إذا خفضت الإنتاج دفاعا عن الأسعار. كلمة أخيرة سأنيفيا، اتجاه الأسعار، أنا أقول أنه إذا رفضت أوبك واستمرت في رفضها خفض الأسعار فستكون النتيجة أنه لا أستغرب أن يصل سعر البرميل إلى 40 دولارا. إذا خفضت الإنتاج في ديسمبر بقيمة 2 مليون برميل، أي الكمية التي ينتجها أعضاء أوبك فوق حصصهم المقررة، الاتفاق هو 30 مليون برميل، أوبك الآن تنتج 32 مليون برميل. إذا خفضت بمقدار 2 مليون برميل لامتصاص التخمة فهذا يعني أن السعر سيقفز فجأة وخلال أسابيع قليلة ربما إلى 80 دولار. لكن حتى لو لم تخفض أوبك، وكالة الطاقة الدولية تقول أن الطلب العالمي على النفط هذا العام يرتفع بنسبة 1.4%، ترجمته أي أنه يزيد 1.3 مليون برميل في اليوم. هذا الرقم يبقي تخمة تصل إلى 700 ألف برميل. هذا يعني أنه لن يكون مستغربا إذا رأينا أن سعر برميل النفط قد ارتفع إلى 60 دولار قبل انتهاء هذا العام، وأن يصل إلى ما بين 75 و80 في العام القادم، وأن يستعيد كل خسائره في عام 2017. وشكرا لكم لمشاركة هذه. أشكرك دكتور ممدوح، وأشكرك أكثر على الالتزام بالوقت. ما تم عرضه في الحقيقة عن أسباب انخفاض الأسعار هو مقدمة طيبة جدا وحالة تحفيز للتفكير. الدكتور ممدوح في رأيي ركز على النواحي السياسية في الموضوع. هناك أيضا عدد من المداخلات التي ستتناول جوانب أخرى لانخفاضات الأسعار. المداخلة التالية هي من الزميل الأستاذ محمد الشطي. الأستاذ محمد هو خبير في شؤون النفط والأسعار والأسواق وبحوث التسويق في مؤسسة البترول الكويتية التي كان يعمل مديرا تنفيذيا لمكتب الرئيس فيها، وهو أيضا الممثل الوطني لدولة الكويت في منظمة أوبك وفي منتدى الطاقة الدولية. الأستاذ محمد يحمل درجة بكالوريوس من جامعة دنفر وماجستير إدارة الأعمال من ماسترخت في الولايات في المملكة المتحدة. أود أن أذكر أني بالأمس فقط أتيت من الكويت، وكان هناك مؤتمر يستضيفه الزميل الأخ رئيس صندوق النقد العربي، وكان المؤتمر عن لعنة البترول، وزميل أمريكي دخل القاعة. الأستاذ محمد يعرف أن هذه القاعة هي في الحقيقة متحف في حد ذاته، يعني لن ولم أرى مثلها في حياتي. الأخ عبد اللطيف الحمد وضعها بنفسه. حينما دخل الأخ الأمريكي هذه القاعة صاح بأعلى صوته What curse؟ لأن هناك في الحقيقة أكثر من دلالة على أن الكرس هو نعمة في بعض الدول ونقمة في الأخرى. الأستاذ محمد لك 20 دقيقة مرة أخرى، وأشكرك على الصبر معي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحضور الكرام صباح الخير. أشكر الدكتور حسن والدكتور ممدوح، وأشكر المركز العربي للبحوث والدراسات السياسية لدعوتي للمشاركة بهذه المداخلة. أرجو أن أكون يعني موفق في أن أكون added value، قيمة مضافة للنقاش اللي بدأ الأخ والدكتور محمود ممدوح سلامة. طبعاً كما ذكر الدكتور أخذ الجانب السياسي، طبعاً أنا ماني سياسي ولكن سأتكلم أكثر فني من السياسة. لكن قبل أن أبدأ في مداخلتي بس أحببت أن أركز على نقطة. الدكتور أصر أن
الموضوع عبارة عن كيدي وما بين المملكة العربية السعودية وبالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا وإيران. أنا وجهة نظري طبعا كفني الموضوع ليس هذا وسأتناول في 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 مجمل الكلمة، لكن أثبتها في أربع نقاط. النقطة الأولى، اتفاق أوبك اللي تم في 27 نوفمبر 2014 كان اتفاق جماعي، بمعنى أن كل دول أوبك وافقت عليه، ما كان في دولة خارج السرب، سواء إيران، فنزويلا، الجزائر، الكويت، السعودية، حتى يعني أنا ضمن المفاوضات، زين، حتى لما ذهبنا إلى المفاوضات كنا في هذا التوجه، ما كان في فرض لا من السعودية ولا من غيرها من الدول، لأن أنت اللي يعرف مداخيل أوبك يعرف بأن قبل الوفد ما يذهب ويشارك في الاجتماع يكون هناك في دراسات وتجهيز لمثل هذا الوضع. هذه نقطة. النقطة الأولى أن الاتفاق تم إجماع بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، فهو اتفاق ما هو مفروض بأجندة أو من دولة معينة، إنما اتفاق جماعي. هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كان هذا الكلام صحيح أيضا، ليش الولايات المتحدة الأمريكية وافقت وتوصلت إلى اتفاق مع إيران والمجتمع الدولي بالنسبة لاتفاق النووي، ما تتركها وبدل أن ترجع وتدخل في نظام الدولي؟ النقطة الثالثة هي أيضا النفط الصخري، من الأمور السلبية اللي ذكرها الدكتور أيضا، أن هبوط أسعار النفط يؤثر في إنتاج النفط الصخري، أثر ويؤثر في إنتاج النفط الصخري، والنفط الصخري هو أصلا بلده وإنتاجه يكون في الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة اللي بعدها أيضا بالنسبة لي يعني هذه هي أربع نقاط، ولكن هذه ثلاث نقاط المهمة. أبدأ بكلام عموما، بس أحببت أن فقط أشير. طبعا أنا المداخلة مالتي عبارة عن نظام جديد في سوق النفط، تراجع أسعار النفط، واقع جديد، تعايش المنتجين. في النقاش اللي أنا يعني سأركز عليه ثلاث نقاط. النقطة الأولى، اتفاق اللي توصلت إلى منظمة الأوبك في 27 نوفمبر 2014، هل كان هناك خيارات أخرى أمام أوبك أو كان هذا هو الخيار الوحيد؟ أنا أعتقد هذا كان الخيار الوحيد والقرار السليم الذي سيعيد التوازن للسوق النفطية من خلال تجارب. هل نحن نعيش تجربة مؤقتة أو تجربة دائمة؟ أنا في رأيي أيضاً الواقع الجديد هو واقع يعني ربما يكون يعني يستمر لسنوات، يعني أنا في رأيي أنه قد يكون سنتين، قد يكون خمس سنوات، وقد يطول الأمر إلى عشر سنوات وأكثر طبعاً، وسأدافع عن وجهة النظر هذه. ماذا يعني الواقع الجديد بالنسبة للمنتجين بصفة عامة؟ ماذا يجب أن نتخذ كمواطنين في دول منتجة تعتمد على النفط؟ طبعا هبطت اسعار النفط في 2014 من بعد يونيو من تقريبا 112 دولار للبرميل لنفط خام الاشاره برنت الى تقريبا 57 دولار للبرميل، تقريبا الهبوط في حدود 55 دولار للبرميل. كان امام اوبك تجربتين تستفيد منهم في هذه القرارات، وهي شبيهة، يعني أنا ليش ذكرت تجربتين، هي شبيهة بالأوضاع الحالية أو يشبهها كثير من المراقبين بالأوضاع الحالية. التجربة الأولى فترة الثمانينات، ظهور نفط بحر الشمال وإنتاجه بمستويات عالية، وأيضا تأثير الطلب بتبني الغرب سياسات ضد تقنن وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك. فهذه تجربة. التجربة الأخرى في مع الركود الاقتصادي في 2008، هبطت أسعار النفط الخام إذا تذكرون من تقريبا 160 دولار للبرميل إلى تقريبا 30 دولار للبرميل. فهذه تجربة، وهذه تجربة أمام أوبك في 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 ظروف مشابهة. التجربة الأولى اللي هي في الثمانينات، أوبك فعلا قامت بوفق نظام الحصص المقرر لها وخفضت الإنتاج من تقريبا في 2080 من 26 مليون برميل يوميا الى 1985 عند 15 مليون برميل يوميا.
من أجل يعني إعادة توازن، من أجل دعم الأسعار، ولكن لم يجدي هذا الخف، وإنما كان هي لصالح الدول والإنتاج من خارج أوبك، والتي استفادت برفع إنتاجها من تقريباً 37 مليون برميل يومياً إلى 43 مليون برميل يومياً. طبعاً دخلنا بعدين في 86 وتخلي المملكة العربية السعودية عن دور المنتج الموازن، لأنها طبعاً إنتاجها انخفض من تقريباً 10 ملايين إلى تقريباً مليونين برميل يومياً. فهي كانت يعني الدولة التي تحملت عبء الخفض بشكل كبير، أوبك كلها تحملت، ولكن كان أكبر تحمل عند المملكة العربية السعودية. هذه تجربة فاشلة زين، ولكن الأجواء نفس الأجواء، هي نفط من خارج أوبك، نفط نفط بحر الشمال، وإنتاج بشكل كبير تقريبا قارب الأربع ملايين، إذا نأخذ أوروبا من 400,000 إلى 4 ملايين في 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 فترة قياسية، أثر على مجريات الأمور مع ضعف الطلب. التجربة الأخرى كانت في كما ذكرت في 2008 هبوط أسعار النفط من تقريبا 160 دولار 157 160 دولار للبرميل الى تقريبا 30 دولار للبرميل. دعت اوبك في 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 وهران في اجتماع ناجح في 17 ديسمبر 2008 اجتمعت وسحبت، قررت سحب من السوق تقريبا 4 ملايين و200 الف برميل يوميا، ونجحت في اعاده الاسعار. طبعا هناك ما كان في تهديد خارجي، كان تهديد واضح عباره عن اقتصاد عالمي، وكان في تخمه سببها اوبك، فاتخذت اوبك هذا القرار. فهذه القرارين يؤكد سلامه قرار اوبك. الان نحن امام واقع جديد، وسأدافع ان هذا الواقع هذا مستمر، لان المتغيرات التي تشكلت، بعض هذه المتغيرات يعني يتشكل من سنوات، وبعضها دائم، مثل طبعا لما ناخذ الانرجي افشنسي، لما ناخذ النفط الصخري وتطويره، هذا اخذ 4 سنوات. فهذه المسجدات ما هي وليدة الساعة، ولكن اخذت فترة حتى تخرج لنا، ولكن ستستمر. الواقع الأول بالنسبة لي على صعيد الطلب، طبعاً عندنا صعيدين، صعيد الطلب وصعيد الإمدادات، وهو السبب اللي خلى الاختلال اللي حدث في 2014. بالنسبة للطلب، معدل النمو الطلب العالمي بدأ يعتدل، بدأ يعني ما عاد نشوف المليونين، مليونين ونص، مليون 500، مليون 700 برميل يوميا زيادة سنوية. الآن بدأنا نشوف المليون، مليون ومية، أقل. حتى لما تشوف بعض التوقعات مثل توقعات الأوبك الطويلة الأجل، تتوقع أن الطلب ينمو من الآن إلى 2030 تقريبا 800 ألف برميل يوميا سنويا. فاعتدال في النمو، في نمو الطلب العالمي، هذه نقطة، بسبب طبعا أسباب، سواء بالنسبة للترشيد لاستهلاك الطاقة أو رفع كفاءة الطاقة أو حتى البدائل الأخرى. يعني الآن التوقعات، لما تأخذ التوقعات الطويلة الأجل بالنسبة لأوبك وغير أوبك، مساهمة أنواع الطاقة المختلفة خاصة الوقود الأحفوري تتساوى تقريبا في حدود 25-26 مع نهاية المدة اللي هي 2035-2040، وهذا يعني يبين لك وين احنا رايحين. هذه من ناحية. في تغير جوهري في الموضوع، البلدان الصناعية اللي هي OECD كانت تشهد يعني نمو، كان الطلب عندما ينمو ينمو في العالم كله. الآن حسب الأرقام الموجودة، حسب السنوات، الطلب في البلدان الصناعية بدأ يشهد انخفاض ويتقلص زين، بينما في البلدان النامية هي كانت المحرك الأساسي، والأسواق الواعدة هي المحرك الأساسي، خصوصا الصين والهند، ولكن الآن أيضا بدأ يشهد تباطؤ في النمو. فهذا بالنسبة للطلب. بالنسبة لي على صعيد الإمدادات والوفرة النفطية، مهد بقاء أسعار النفط عند مستوى 100 وأكثر خلال سنوات 2010 إلى 2014 في إعطاء جدوى اقتصادية لتطوير النفوط الغالية الكلفة، ومنها النفط الصخري. فنجد أن النفط الصخري كان ينمو يعني خلال الفترة من 2010 إلى 2014 بمستويات عالية، مليون برميل يومياً،
وحتى عندما انخفضت أسعار الأسعار النفط، لأن كان لما تقرأ الأدبيات في هذا المجال الكل يجمع بأن الجدوى الاقتصادية لتطوير النفط الصخري تتراوح ما بين تقريباً 40 إلى 120 دولار برميل، وكان المتوسط في حدود 90، وكان الكلام أن إذا انخفضت أسعار النفط عن 100 بلا شك النفط الصخري سيتأثر، وظل النفط الصخري يقاوم وإلى الآن يقاوم، وما حدث أي تغيير في إنتاج النفط الصخري إلا بعد أن بدأت أسعار النفط تؤثر، يعني تدور حول أسعار نفط خام برنت تدور حول 50 دولار، بدأنا نجد فعلا انخفاض فعلي في إنتاج النفط الصخري في طب بدأ في مايو أبريل يونيو، ارتفع في يوليو، رد مرة ثانية في شهر 8 وشهر 9، متوقع أيضا يستمر في خلال 2016، بحيث إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ممكن يصل في تقريبا في حدود 8 مليون و7 برميل يوميا، يعني تقريبا انخفاض من 2015 إلى 2016 تقريبا في حدود النصف مليون برميل يوميا بسبب إذا ما استمرت الأوضاع. طبعا هنا عندك مؤشرين، المؤشر اللي ذكره الدكتور ممدوح اللي هو إن النفط الصخري بس يعني موجود ومتوفر والاحتياطي متوفر، على طول ما ترتفع الأسعار وتعود إلى وضع الطبيعي، بمعنى أن نحو 60-65 سيعود الإنتاج من النفط الصخري، ولذلك تخرج بنا بمؤشر آخر ونتيجة أخرى، وهي أن الأسعار ربما تظل ضمن 50 دولار خلال الفترة القادمة من هذا المنطلق، لأن إذا 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 تحسنت الأسعار بلا شك سيؤدي إلى إعادة تطوير النفط الصخري. خلاص أنا راح أسرع إن شاء الله. الحالة الثانية هي عبارة عن استمرار الحالة الجيوسياسية في المنطقة، كثير من الدول انقطع الإنتاج منها، سواء بالنسبة حق العراق في فترة، بالنسبة لليبيا، بالنسبة لإيران، لظروف معينة. هذه الظروف هي مستمرة معنا الآن، تفتح أفاق أمام عودة هذه الدول إلى الإنتاج، فبالتالي سيكون أمامك وفرة نفطية. في دول مثل ما تفضل الدكتور مثل السعودية نجحت في 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 تأمين الإمدادات في السوق، ارتفع إنتاجها من تقريبا 8 مليون إلى تقريبا 10 مليون. الأفاق طبعا موجودة، سأمشي بسرعة، الأفاق موجودة بالنسبة للعراق، كان إنتاجه مليونين و400 ألف برميل يوميا في 2010، اليوم 4 ملايين و200، وعنده خطة للوصول إلى 5 و6 مليون، فالأفاق بوجود الوفرة النفطية موجودة. نعود أيضا بالنسبة للنفط الإيراني، النفط الإيراني الآن بعد الاتفاق النووي بلا شك النفط الإيراني مقبل علينا، لكن التوقعات صحيح أن هناك اختلاف على حجم الإنتاج وعلى التوقعات، لكن في الغالب ستكون عودة تدريجية. هناك رأيين، رأي أن ستكون بعد في بداية أبريل 2016، ورأي آخر في بعد سبتمبر 2016. وفي كل الأحوال نأخذ نبراس أو تصريحات الوزير الإيراني التي سيطالب الأوبك في زيادة الحصة المقررة للبلاد بواقع 500 ألف. طبعا أعلى إنتاج وصل لإيران كان في 2008 تقريبا 3.9 مليون برميل يوميا. هذا بالنسبة طبعا في ظل وفرة، وفي ظل خلينا نقول اعتدال ضعف في الطلب ووفرة نفطية وآفاق زيادة في النفط، سواء من ليبيا ستعود، إيران، العراق، فبلا شك أنت مقبل على وفرة نفطية. هذا الموضوع وضع غير طبيعي داخل أوبك، دول وضع غير طبيعي، يعني ما تستطيع أن تتفق، ووفرة طبيعية خارج أوبك يعني أن لابد من الاستعانة بآليات السوق من أجل تحديد سعر معين يحقق إعادة التوازن. طبعا كان في عدة مبادرات، يعني هذه النقطة الرابعة اللي أنا نسيت أقولها الحين ذكرتها، كان في عدة مبادرات واجتمعوا روسيا، فنزويلا، الجزائر، كانت عدة مبادرات وما زالت مبادرات موجودة من أجل إعادة التوازن للسوق النفطية، ولكن مع الأسف لم تكن جدية، كانت كلها تطالب طرف واحد في خفض الإنتاج، ما في استعداد أن يكون مثل ما كان في 2008 تعاون دولي مثل ما مع المكسيك، مع غيرها من الدول، تعاون دولي من أجل إعادة التوازن للسوق النفطية.
طبعا الآن الواضح هو نحن مقبلين على سياسة محافظة على الأسواق والحصص، رغم أن هذا يعني أنا أتفق مع الدكتور وهو أن يعني ضعف الإيرادات النفطية، والمؤشر على ذلك أن كل الدول تنتج أقصى ما لديها، تسعير بدأت الدول تعطي مرونة في حسومات كبيرة في أسعارها، أيضا لمن تنتج في أقصى إنتاجها معنى هذا أن سيكون عندك مخزون عالي، ولكن الطاقة اللي هو الأوبك سبير كاباسيتي راح تكون almost يعني very critical. طبعا ايضا من الاشياء المهمه والتغيرات ان الاسواق الاسيويه كل التصريف الان امريكا ما تحتاج، اوروبا ما تحتاج، فكل التصريف في الفائض ياتي الى اسواق الشرق، الصين والهند وغيرها من الدول، وبالتالي يزيد حده التنافس. طبعا حتى على المدى المتوسط، هذه دراسه للاوبك، ان الطلب على نفط الاوبك يبقى ضمن 31 مليون برميل، هذا مؤشر قوي بأن الأسعار ستظل ضمن 50 ضعيفة إلى على الأقل 5 سنوات. آخر 2 سلايدز عشان أخلص. بالنسبة الآن هذا الوضع الموجود وضع راح يستمر على الأقل يعني إذا مو 2 5 سنوات ويمكن 10 سنوات، فهو وضع أمام المنتجين لابد أن يبدأ تسويق الموضوع هذا أمام المواطن وأمام الدول من خلال اتخاذ تدابير معينة وخطط إصلاحية. أول موضوع هو موضوع ترشيد الإنفاق والمصروفات. الموضوع الآخر بالنسبة لي مراجعة عامة لسياسة الدعم، بحيث يعني يتم، لأن سياسة الدعم تكلف تعلق الدولة مثل الكويت تقريبا في حدود 7 مليار، كل الدعم ها سواء بالنسبة للطاقة، بالنسبة لكل أنواع الدعم، فهي يعني تكلفة حقيقية كبيرة. إصلاح هياكل الرواتب والأجور، الإسراع في تنفيذ المشاريع النفطية والتنموية لأنها تدعم الاقتصاد وتوفر وظائف، خطة واضحة، هذه مهمة جدا، وهذه بعض الدول يعني بدأت مثل السعودية، مثل قطر، مثل الإمارات بشكل واضح، الكويت، ولكن ما زالت الجهود على استحياء، وهي تنويع مصادر الاقتصاد. أيضا أنا أجد من أهم النقاط هي العنصر البشري، لابد أن العنصر البشري المواطن يتغير من اتجاه اتكالي على الحكومة وعلى يعني البامبرينج مال الحكومة إلى أن يكون منتج وفعال ومشارك، وهو قادر على ذلك، وقد أثبتت الأزمات، كثير من الأزمات، أن المواطن في الخليجي وعموما مستعد لتحمل الأعباء لأن المستقبل يدعو لذلك. آخر سلايد، بروح أقول السلايد الثاني بس هذا آخر سلايد. أيضا بالنسبة حق القطاع الخاص، القطاع الخاص ضروري مشاركته وتعزيزه، ولكن ليس بالدعم. أنا رأيي لابد أن يؤهل ويكون مشارك إلى جانب القطاع العام بشكل يعني يتحمل مسؤوليته، ما هو مدعوم، لأن إذا مدعوم فقط أنت نقلتها للتجار فقط، وممكن تقع في نفس الأخطاء. التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية، الاستثمار في تطوير وتقنية تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، التوسع في صناعة البتروكيماويات لأنها قيمة إضافية، تطوير إنتاج الغاز المسال، الاستثمار في قطاع البحث والتطوير. أعتقد research and development is very important، هذا موضوع مهم جدا. تشريعات تنظم وتشجع الاستثمار الأجنبي. ومشكورين. شكرا أستاذ محمد على هذه، جزاك الله خير. هذه في الحقيقة كبسولة شاملة فيها الوصف الديسكريبشن وفيها وصف العلاج البريسكريبشن، فنحن نشكرك شكرا جزيلا، وهذه المواضيع سيتم إثارتها لاحقا في عدد من المداخلات القادمة. المداخلة الثالثة والأخيرة لهذه الجلسة من الدكتور خالد الخاطر. خالد راشد الخاطر حاصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، متخصص في السياسة النقدية، ويعمل مديرا لإدارة البحوث بمصرف قطر المركزي، وهو أيضا عضو في لجنة السياسات النقدية والاستثمار بالمصرف، وهو أستاذ زائر بجامعة جورج تاون، وله عدد من البحوث العلمية المحكمة المنشورة في دوريات علمية وفي مراكز أبحاث. دكتور خالد، كالعادة لك الحرية في إما الصعود إلى المنبر. 20 دقيقة دكتور خالد.
أولا أشكر الأخوة المنظمين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث لهذا الجمهور الكريم. النقطة الثانية التي أود أن أؤكد عليها أن ما سأقوله هنا يعبر عن رأيي الشخصي ولا يعبر عن رأي مصرف قطر المركزي ولا أي جهة أخرى. لو أسعفني الوقت هذه المحاور التي أريد أن أتحدث عنها معكم اليوم، أبدأ أولا بتطور تاريخي لأسعار النفط. نجد منذ الصدمة، صدمة النفط الأولى في 73، كان هناك تحول هيكلي في تركيبة الأسعار، ثم بعد ذلك اندلعت الحرب العراقية الإيرانية. هذا في مؤشر الأحمر ولا؟ لا نقول طيب يلا الآن اختفى كل شيء. ثم اندلعت الحرب العراقية الإيرانية، ثم بعد ذلك جاء انهيار الثمانينات الذي امتد إلى ما يقارب العقد ونصف من الزمن، تخلله بعض الارتفاعات منها غزو الكويت. ثم بدأت أزمة شرق آسيا المالية في أواخر التسعينات، ثم مع بداية العقد الماضي أخذت الأسعار تنحى منحى آخر بصعود الصين والهند وغيرها من دول شرق آسيا المتحولة، وصولا إلى ذروة الأسعار قبيل انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ثم انهيار حاد ومؤقت، ثم بعد ذلك عاودت الأسعار الارتفاع مرة أخرى. ثم بدأت أحداث الشرق الأوسط منها الثورة الليبية أدت أيضا إلى تقطع في الإمدادات، ثم الانهيار الحالي الذي نشهده. إذن خلال هذه الفترة من أواسط الثمانينات إلى الآن كان هناك أكثر من 5 انخفاضات بأكثر من 30%، كان معظمها يعني مرتبط إما بتغير في سياسة الأوبك أو بسبب أزمات مالية عالمية أو بسبب ركود اقتصادي عالمي. وتشير الدراسات إلى أن كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان دائما يسبقه ارتفاع في الأسعار بأكثر من النصف، وكلما انخفضت الأسعار بأكثر من النصف وبقيت هناك لمدة 6 أشهر أو أكثر أدى ذلك إلى تحفيز النمو. هذا يعني خبر مبشر للي يحبون أن ترتفع الأسعار، أنه عندما ترتفع هذا سوف يحفز النمو. والآن عندنا ركود اقتصادي عالمي، هذا تأثير انخفاض الأسعار ليس سلبي كما يراه البعض، عموما على الاقتصاد العالمي هو النت افكت يكون إيجابي. بالنسبة للانخفاض الحالي هناك عدة عوامل تعاضدت مع بعض وأدت إلى الانخفاض الحالي الذي نشهده. كان هناك زيادة في العرض مقابلها نقص في انخفاض في الطلب، وأيضا هناك عامل التوقعات. فباختصار شديد بعد عقد نصف من الزمن من انخفاض الأسعار بدأت الأسعار بالارتفاع مع بداية العقد الماضي تحديدا منذ عام 2002 وبقيت مرتفعة، وبقيت أكثر من $100 للبرميل بسبب ارتفاع الطلب في الصين كما ذكرنا والهند وغيرها. وأيضا كان هناك سبب آخر وهو حالة عدم الاستقرار السياسي في دول الشرق الأوسط في العراق وليبيا خصوصا، أدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكان كان يصعب استخراجه منها من قبل، النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية والنفط الرملي في كندا. أيضا في نفس الوقت بدأ الطلب العالمي على النفط يتراجع، هناك ركود اقتصادي في أوروبا، تباطؤ اقتصادي في الصين وفي دول شرق آسيا، تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع في معايير الكفاءة في استهلاك الوقود في أمريكا وفي غيرها من الدول المتقدمة. في نفس الوقت أيضا بدأت هناك معاودة للإنتاج من الدول المضطربة في الشرق الأوسط كالعراق وليبيا، ومع أواسط العام الماضي بدأت الزيادة تظهر في الأسواق وبدأ الطلب العرض العالمي يتزايد ويتنامى بشكل أكبر من الطلب. هذا أدى إلى انزلاق الأسعار في سبتمبر، وكان المراقبون ينتظرون ماذا تفعل الأوبك، هل ستقطع تمارس سياستها القديمة بمعادلة الإنتاج بالطلب، وكان ذلك وأوبك تنتج ما يقارب 40% من الإنتاج العالمي، ولكن لم يحدث شيء في اجتماع نوفمبر المشهور، وامتنعت المملكة العربية السعودية
عن خفض الإنتاج، وهي المنتج المرجح في الأسواق، أي الذي يعادل العرض العالمي بالطلب العالمي، وأدى ذلك إلى المزيد من الانهيار في الأسعار، فواصلت انهيارها في أواخر العام الماضي من 80 إلى 60 حتى ما دون 50 ببداية العام الماضي، وأصبح يتراوح عند 60 حتى انفجار فقاعة أسواق الأصول الأخيرة في الصين. فلو كان هناك مؤامرة، فما الذي دفع الأسعار إلى الانخفاض الأخير؟ أيضا هناك عوامل اقتصادية، ولكن السياسيين دائما يستغلونها. إذا باختصار شديد، كانت هناك عوامل على جانب الطلب، كان هناك ركود في أوروبا، تراجع في الصين بعد فترة من الأداء القوي، ثم انفجار فقاعة الأصول مؤخرا في الصين، ثم أيضا ركود في الطلب العالمي في مناطق أخرى من العالم، وتباطؤ في الولايات المتحدة خلال الفترة السابقة، وارتفاع في معايير الكفاءة في استهلاك الوقود، ثم أيضا ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يؤدي إلى ضعف الطلب في مناطق أخرى رئيسية مستهلكة من العالم كمنطقة الاتحاد الأوروبي واليابان. على جانب العرض، هناك إنتاج النفط الصخري والرملي. النفط الصخري فقط أدى إلى زيادة قدرها 4 مليون تقريبا يوميا في الإنتاج في الولايات المتحدة منذ عام 2008. أيضا هناك معاودة الإنتاج من دول كانت مضطربة سياسيا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك تغير في استراتيجية الأوبك من الاحتفاظ من استهداف الأسعار إلى استهداف الحصص، وهذا دفع بالأسعار إلى أن تكون أقرب إلى التنافسية. عامل التوقعات، خلال العقد الماضي تنامى استخدام النفط كسلعة مالية للمتاجرة به والمضاربة به في أسواق المال، والآن مع التوقعات بقرب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة الصفر بعد أن تبنى الاتحاد الفيدرالي السياسة النقدية التوسعية الغير تقليدية منذ تلك الفترة، فمع بقاء أسعار الفائدة على العملات الرئيسية الأخرى منخفضة، فإن ذلك يؤدي إلى توجه رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية إلى الاستثمار في الأصول المالية، أي سندات الخزينة وأوذنات الخزينة الأمريكية، وأيضا يؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي كما ذكرت عندما يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا يضعف الطلب في المناطق الرئيسية الأخرى المستهلكة كأوروبا واليابان. قنوات التأثير على دول مجلس التعاون، لا شك أن دول مجلس التعاون سوف تتأثر، لأنها ما زالت تعتمد على النفط بشكل كبير، إذ مثل ما يقارب 70% من صادرات هذه الدول خلال عام 2014، و 84% من مداخيل حكوماتها، وأيضا 33% من مجموع إجمالي الناتج المحلي في هذه الدول. وإن كان يعني ربما يقال أن هذه النسبة منخفضة في الناتج المحلي، ولكن أقول أن القطاعات غير النفطية هي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على في نموها وفي توسعها على القطاع النفطي وعلى دورة أسعار النفط. لو بقيت الأسعار عند 60 دولار لفترة طول من الزمن، فإن دول مجلس التعاون سوف تتأثر، ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي في كل دولة، وحسب أيضا نسب مداخيل النفط في ميزانيات هذه الدول، وأيضا حسب سعر النفط التعادلي للميزانيات في هذه الدول، وأيضا حسب ما يتوفر لدى هذه الدول من حسب أحجام الاحتياطيات من العملة الأجنبية فيها. هذا مؤشر، الجدول هذا يعرض مؤشر لبعض هذه الأرقام التي تحدثنا عنها. على سبيل المثال نجد أن نسبة القطاع الهيدروكربوني والقطاع النفطي تتفاوت، هي من منخفضة نسبيا في حالة البحرين عند 26% إلى مرتفعة في حالة الكويت 63%. بالنسبة للصادرات هي أيضا من معتدلة، نستطيع أن نقول في حالة الإمارات 31% إلى مرتفعة في حالة الكويت عند 94%. بالنسبة للأسعار التعادلية للميزانيات أيضا هي متفاوتة، من مرتفعة في حالة البحرين عند 127 دولار. على فكرة السعر التعادلي هذا هو السعر الذي تتعادل عنده الميزانية، تصبح لا يوجد فيها فائض ولا يوجد فيها نقص. 127 دولار في البحرين، وإلى أقل في حالة قطر والكويت، أقل من 60 دولار. بالنسبة للاحتياطيات تتصدر الإمارات المرتبة الأولى بأكثر من تريليون دولار، والبحرين
الأقل بعشرة ونصف مليار. سيكون التأثير من وجهة نظري هناك ثلاث قنوات رئيسية للتأثير على دول مجلس التعاون. القناة الأولى هي قناة الدخل والإنفاق التقليدية، ولو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي لميزانيات دول مجلس التعاون فإن ذلك سوف يؤدي إلى ضغوطات على الموازين الداخلية والموازين الخارجية لهذه الدول، أي بمعنى آخر عجوزات في الميزانيات وعجوزات في الحسابات الجارية لهذه الدول. وفي ظل الربط الجامد لأسعار الصرف في دول مجلس التعاون فإن هذا الربط يجرد دول مجلس التعاون من أداتين اقتصاديتين مهمتين للإدارة الاقتصادية لإدارة الطلب الكلي، وهما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ويصبح عندك سياسة واحدة فقط لإدارة الدورة الاقتصادية، أو بالأحرى هي نصف سياسة، هي سياسة إنفاق حكومي، لأن السياسة المالية شقين، سياسة إنفاق وسياسة ضريبية. لا يوجد سياسة ضريبية في دول مجلس التعاون، إذن عندك سياسة إنفاق حكومي فقط تواجه بها أزمات النفط ودورات الرواج ودورات الانخفاض. وبهذه الحالة لا يمكن استخدام مزيج أمثل من السياسات الاقتصادية هذه الثلاثة لاستخدامها بما يسمى يعني سياسة معاكسة للدورة الاقتصادية. ما معنى معاكسة؟ يعني لما يكون عندي انخفاض وعندي انكماش اقتصادي أنا أستخدم السياسة النقدية، أخفض أسعار الفائدة، ممكن أخفض سعر الصرف أيضا. في هذه الحالة هذا غير متوفر لدول مجلس التعاون، لا يوجد عندنا إلا سياسة واحدة وسياسة إنفاق، والإنفاق تدخل فيه أمور سياسية خصوصا في هذه الفترة. لا، الدول قد لا تستطيع أن تخفض الإنفاق، لو خفضت الإنفاق ربما يؤدي ذلك إلى إشكالات ولأنه غير مرغوب شعبيا. إذن في هذه الحالة في ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف والسياسة الضريبية فإن الدول التي تمكنت من بناء احتياطيات جيدة من فترة الارتفاع السابقة يمكنها تبني عجوزات في ميزانياتها وتمويل هذه العجوزات من ما يتوفر لديها من احتياطيات. لكن الدول التي لا يوجد لديها احتياطيات كافية وفي نفس الوقت مع تصلب السياسات الاقتصادية الذي ذكرته فإن وضعها سوف يكون أصعب، إما أن تقترض أو إما أن تقوم بخفض الإنفاق الحكومي، وخفض الإنفاق الحكومي قد لا يكون مقبول شعبيا وربما يؤدي إلى تحديات سياسية. ولكن هذا غير عادل. طيب، ولكن استمرار انخفاض الأسعار في الأجل المتوسط إلى الطويل في ظل تصلب السياسات سوف يشكل تحدي حقيقي لجميع دول مجلس التعاون، خصوصا مع تصلب هذه السياسات، وسيضع ضغوطات على برامج الإنفاق فيها، ومن ضمنها برامج الإنفاق الاجتماعي التي تبنتها دول مجلس التعاون على أثر ثورات الربيع العربي، وربما في حال تقليصها يشكل تحدي سياسي لهذه الدول. ومع ذلك في تصوري الشخصي أن دول مجلس التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية ويمكنها تحمل انخفاض أسعار النفط، خصوصا إذا ما تم إجراء بعض الإصلاحات على الإطار العام لإدارة الصرف الكلي لهذه السياسات التي سياسات إدارة الطلب الكلي التي تتحدث عنها. ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طالما انتظرناها نتائج طيبة من الحد من الإسراف والتبذير والدفع حتى الفساد أحيانا، والدفع نحو التنويع بالضرورة، لأن هذه من تجارب الدول السابقة كأندونيسيا وماليزيا، عندما أحسوا أن النفط ناضب قبل ثلاثة عقود شرعوا بجدية في التنويع وأصبحوا الآن دول صناعية. إذن أنصح دول مجلس التعاون بأن بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في الأسعار. فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الإنتاجية خفض الإنتاج فإذا ارتفعت الأسعار فقد حصته لصالح منتج آخر أقل منه كفاءة من خارج الأوبك؟ وهذه كانت تجربة المملكة السعودية في أواسط الثمانينات. فالمنطق تطلب بالأحرى عكس ذلك من منتج عالي الكفاءة، ربما زيادة الإنتاج وآلية ديناميكية الأسعار كفيلة بأن تقود الأسواق على المدى الطويل إلى سعر توازني. ولكن بالتوازي مع ذلك أنا أيضا أطلب أو أنصح دول مجلس التعاون بأن لا تركن إلى ذلك، بأن تشرع بصورة مباشرة وجدية في تنويع الاقتصادات. فإذا لم ننوع إحنا اقتصاداتنا فإن غيرنا سوف ينوعون، المنافس سوف ينوع. إيران لديها قيادة، عندها رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ولديها أطماع توسعية، وسوف تقوم بالتنويع خصوصا مع رفع الحصار الآن، وهذا من حقها. فنحن ربما مع الركود المقبل للنفط لن نستطيع أن نركن أو نعتمد على آلية ديناميكية الأسعار بأن
تكون في صالحنا وتجبر المنتج الأعلى تكلفة أو تؤدي إلى تأثير سلبي أكثر عليه. أيضا القناة الثانية هي قناة تفارق الدورات الاقتصادية، استمرار انخفاض أسعار النفط مع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يضع دول مجلس التعاون على الجانب المنحدر من الدورة الاقتصادية. ماذا يعني ذلك؟ يعني تباطؤ نسبي في دول مجلس التعاون مقابل رواج نسبي في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا معناه تفارق في الدورة الاقتصادية، والتفارق في الدورات الاقتصادية في ظل ربط الصرف سعر الصرف يؤدي إلى تعارض في السياسات النقدية بين الجهتين. والآن مع قرب التوقعات بقرب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك سوف يأتي في وقت غير مناسب لدول مجلس التعاون التي هي مقبلة على ركود، على انكماش اقتصادي، وهي ليس بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن، ولكنها سوف تضطر إلى مجاراة الاتحاد الفيدرالي في ذلك كما عودتنا البنوك المركزية، سواء كان ذلك مناسبا لأوضاع الاقتصادية أو مناسبا لوضع الدورة الاقتصادية أو غير مناسب. النقطة الثالثة والأخيرة، أنا حذرت من هذا قبل سنتين من النفط الصخري وأن سوف يكون له تأثيرات، سوف يؤدي إلى تفارق في الدورة الاقتصادية وإلى ضغوطات على دول مجلس التعاون، ولكن صرح أكثر من مسؤول خليجي حينها بأن هذا النفط الصخري مجرد دعاية سياسية، ويعني فإحنا أهملنا هذا الموضوع. قناة سعر الصرف، عند التثبيت الجامد للسعر الصرف فإن الصدمات الخارجية سواء كانت صدمات تقلبات أسعار النفط أو صدمات التي تحدث من خلال تذبذبات سعر الصرف العملة الدولار الأمريكي تمرر بالكامل إلى الاقتصادات المحلية، وفي هذه الحالة إذا انخفضت مداخيل النفط من الدولار يقابلها انخفاض موازي بالعملة المحلية، ولا يمكن استخدام سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات هذه. ولكن لو كان سعر الصرف مرن فعلى سبيل المثال خفض قيمة العملة المحلية أو انخفاضها يؤدي إلى زيادة نسبية في العملة المحلية تصرف في الاقتصاد المحلي، يعني حيز أكبر من الإنفاق الحكومي بالعملة المحلية، وهذا يخفف من حدة انخفاض أسعار النفط ويؤدي إلى تحفيز النمو. إذا كان هذا مش واضح ممكن أعطي مثال أو أتركه للأسئلة. وهنا يمكن أن يوجد أفضلية لروسيا على دول مجلس التعاون بحكم مرونة سعر صرف الروبل. ما هي المبررات للربط أساساً؟ تحقيق الاستقرار في الأسعار وتحقيق الاستقرار في الدخل، فلا الأسعار استقرت ولا الدخل استقر، يعني وتجربة ارتفاع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون ثم المضاربات التي تمت على أسعار الصرف تثبت ذلك وأفقدت المصداقية في الربط بالدولار. أما تقلبات الاستقرار عدم استقرار المداخيل فأيضاً خلال الدورة الرواج السابقة كلما ارتفعت أسعار النفط كانت هناك علاقة سلبية، كلما أدى ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، أي يخفض مداخل دول المجلس عما لو كانت عليه. والآن أيضا نحن نعاني بسبب الربط لأن لا نستطيع أن نخفف، نستخدم آلية أداة سعر الصرف لتخفيف حدة انخفاض أسعار النفط. في رأيي أن الربط أصبح عبء على دول مجلس التعاون مستقبل الأسعار. لو استمرت الزيادة في الأسواق مع الضعف الطلب فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع لفترة طول من الزمن، ومدى استمرارية العرض يعتمد على عاملين أساسيين. الأول استراتيجية الأوبك واستراتيجية المملكة، هل سوف تغير من استراتيجيتها هذه أو لا؟ وهذا يعاودنا للتساؤل، لماذا في الأساس تبنت المملكة العربية هذه السياسة؟ فالسعودية وجدت أنه من المكلف أن تكون هي المنتج المرجح في الأسواق في ظل زيادة الإنتاج من خارج الأوبك، وبالتالي من غير المتوقع أن تتغير هذه السياسة في المستقبل القريب. وحتى الصيف الماضي كانت السعودية تلعب دور المنتج المرجح، ولكن ذلك أدى إلى زيادة الاستثمارات وإلى إنتاج النفط الصخري الذي كان مربحا على ارتفاع تكلفته، وكان ذلك بفضل المملكة العربية السعودية. غيرت السعودية من سياستها نحو استهداف الحصص ودفع ذلك بالأسعار إلى الأسفل وإلى الحد الذي أدى إلى خفض الأمريكان أو يؤدي إلى خفض الأمريكان لإنتاجهم لمعادلة العرض العالمي بالطلب العالمي. أي بمعنى آخر السعودية تجبر الأمريكان على لعب دور المنتج المرجح هنا. فالمنطق يطلب من منتج عالي الكفاءة كالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون بالأحرى زيادة الإنتاج، وسيخرج المنتج قليل الكفاءة أو عالي التكلفة، حينها سيشهد النفط الصخري فترة رواج ثم انفجار كغيره من المعادن. إذن من المتوقع في هذه الحالة
بناء على هذا التحليل أن يكون سقف الأسعار هو النفط الصخري، سعر النفط الصخري، وأرضيته هي سعر نفط أوبك. العامل الثاني الذي يؤثر في مدى استمرارية العرض وهو مدى استجابة الإنتاج من النفط الصخري لانخفاض الأسعار. وتشير هنا التوقعات إلى أن الأرباح والاستثمارات والإنتاج من النفط الصخري سوف تتأثر سلباً، وسوف يواجه المنتجون الذين لم يتحوطوا لانخفاض أسعار النفط هذا مصاعب مالية تؤدي إلى خروج بعضهم، ولن يكون هناك حفر آبار جديدة للنفط الصخري إذا ما انخفضت الأسعار تحت السعر، إذا ما ارتفعت، إذا ما انخفض الأسعار تحت سعر التكلفة يضعه البعض في حدود 80 و70. وباختصار شديد فإن ديناميكية الأسعار، انخفاض الأسعار، سوف تؤدي إلى انخفاض العرض إلى المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبي في الأسعار لتصبح في حدود 70 إلى 80 دولار على المدى المتوسط حتى عام 2019، مع في الحد الأوسع سعر نفط أوبك كأرضية وسعر النفط الصخري كسقف. هنا إلى لو تسمح لي دقيقتين أو شيء من هذا النوع للتقييم، بس دقيقة واحدة تقبلون أو لا؟ تجربة دول مجلس التعاون، مجلس التعاون نجحت خلال هذه التجربة بنوع قرنة التجارب السابقة بتكوين احتياطيات كافية، احتياطيات، ولو أن في وجهة نظري أنها كان يمكن أن تفعل أفضل من ذلك. أما بالنسبة للتنويع فهي نجحت في مجال التنويع في نفس النطاق، وهو ما يسمى بالتنويع الرأسي، ولكن ليس أبعد من ذلك إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهناك حاجة لإصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات، سياسات جانب الطلب، إصلاح سياسات جانب الطلب، وهي التي ذكرناها السياسة النقدية والمالية وسياسة سعر الصرف، وهذا مهم جدا لإدارة الدورات الاقتصادية، دورات الرواج ودورات الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك أيضا هي تدعم التنويع وتدعم التنافسية في الأجل الطويل. أما بالنسبة لسياسات الأجل الطويل، سياسات العرض، فأهم عنصر والعنصر الأكثر تحدي في تنويع الاقتصاد هو بناء رأس المال البشري وتركيم رأس المال البشري ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب أو الكتلة الحرجة ليضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتية المرتفع. حقيقة تنمية رأس المال البشري معاقة في معظم الدول النامية، ليس من جانب العرض، أي ليس بسبب نقص في الخريجين وفي الجامعات وفي الأساتذة والمختبرات، ولكنه بسبب الطلب، وذلك بسبب ضعف الحافز من وراء الإقبال على التعليم، على جودة التعليم وعلى بناء القدرات واكتساب المهارات. إما يكون ذلك لأسباب تتعلق بضعف دور القطاع الخاص في التنمية وفي توظيف المواطنين، أو بسبب ترهل القطاع العام وكبر حجمه والفساد والمحسوبية فيه والصراع على الريع وإلى نحو ذلك. فإذا التركيز الملاحظ حاليا في السنوات الأخيرة من قبل دول مجلس التعاون على جانب العرض فقط، من على سبيل المثال التنافس لاجتذاب الجامعات المرموقة و الصرف السخي عليها، مصيره الفشل إذا ما استمر إهمال جانب الطلب في عملية تنمية رأس المال البشري. إذن المطلوب إصلاحات لجانب الطلب، وهي القطاعين العام والخاص هما مصادر الطلب على رأس المال البشري الوطني. إصلاح القطاع العام لرفع إنتاجيته وكفاءته وتعزيز الحوكمة فيه، وبالأخص التركيز على ما يسمى بالأهلية والكومبتنسي في قيادات القطاع العام، لأن ذلك يرسل إشارات قوية إلى الأجيال الناشئة والأجيال الشابة لتنمية قدراتهم ولتحفيز بناء رأس المال البشري عندهم، وهذا مهم جدا لأنه أيضا يخلق تدفقات إيجابية على القطاعات الأخرى. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولأيضا خلق قطاع خاص تنافسي ديناميكي بعيد عن التسول على الدولة وبعيد عن تدوير الريع وبعيد عن طلب الريع، بحيث يسهم في التنويع، تنويع الصادرات وتنويع الاقتصادات وبناء اقتصاد معرفي وتطور التكنولوجي، وأيضا توظيف المواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون. النقطة الأخيرة وهي بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع، وبالأخص التركيز على الصناعات الموجهة للتصدير، لأنها هي التي تبقي الدول في إطار المنافسة الاقتصادية العالمية. وشكرا لكم. شكرا دكتور خالد على هذا العرض الذي كان يستحق ساعتين،
أضغم في 25 دقيقة. أشكرك أيضا أخي الكريم الدكتور سمير صعيفان على وضع هؤلاء الخبراء في جلسة واحدة، لأنهم في الحقيقة أعطوا وجهات نظر متعددة ومختلفة، من الجيوسياسية إلى الناحية العملية إلى النظرة الاقتصادية المتخصصة. سنفتح الباب للمناقشة، للأسف لم يعد لدينا إلا 5 دقائق. الأخ الكريم، شكرا جزيلا، شكرا للسادة. فقط لتقديم الاسم. أنا عبد الوهاب القصاب من المركز العربي. أهلا بك، وسنأخذ 4 أسئلة ونعود للمتحدثين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للسادة الذين اتحفونا في هذه الجلسة. أنا حقيقة سأعقب على ما تفضل به الأستاذ الدكتور ممدوح سلامة في مداخلته. أنا يعني تولد لدي شعور بأن هنالك كم هائل من نظرية المؤامرة في طرحه، لأن أساس الطرح قام على أساس أن هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على يعني إخراج المشهد الحالي. أنا أشعر بأن يعني وكما تفضل الأستاذ الشطي حقيقة أجاب على هذه المداخلة ب4 نقاط أعتقد أنها صحيحة، لكن في قلب مداخلة الأستاذ الدكتور سلامة كان هنالك تناقض في الطرح. في المقدمة عندما بين أن الاتفاق السعودي الأمريكي فشل، أشار إلى أن روسيا ذات الاقتصاد التسلسل 11 قادرة على تجاوز انخفاض أسعار النفط، وإيران الذي بين لنا بأنها ستدخل بقوة إلى الساحة بعد توقيع الاتفاق النووي. وأنا أرى أن حقيقة توقيع الاتفاق النووي هو مناقض أساسي لنظرية المؤامرة، وكلنا يعلم بأن الحقبة الأخيرة شهدت كم هائل من الاختلاف في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الذي ينفي بشكل وبآخر إمكانية اتفاقهما على الذي جرى. هذا واحد. موضوع الثاني أن ما قاله عن قدرة إيران ناقضه في القسم الثاني من مداخلته، بأن إيران لن تحتاج إلى 200 مليار دولار، وهي تشكل كم هائل مما يمكن أن يعود إليها لكي تعيد القدرة على الانفراستركتشر حتى تبدأ بزيادة إنتاجها أو زيادة حصتها إلى معدلات أعلى. ونحن نعلم أن زيادة الحصة أو زيادة الإنتاج سيسهم في تخفيض الأسعار مرة أخرى. بعدين أنا حقيقة كلنا يعلم بأن يعني الدول النفطية حققت إنتاجية عالية في رفع مستوى نوعية الحياة في بلدانها عندما كانت أسعار النفط تتراوح بين 10 و30. انظر إلى التنمية الانفجارية في العراق، انظر إلى الذي جرى في زمن شاه إيران، انظر إلى ما حققته المملكة العربية السعودية. سعر النفط لم يكن ليزيد عن 10 إلى 30 دولار. فإذا هذه الزيادة أنا أعتقد ليست هي يعني المسؤولة عما يجري. الموضوع الآخر والأخير، أنا لا أريد أن أطيل. نقطة واحدة. That's it. دكتور سيف لو سمحت. شكرا للجميع على العرض الطيب وعلى الحضور على كل. أنا سأختصر صراحة في طرح السؤال. أنا أعتقد الجانب السياسي مهم جدا ولا يمكن تجاهله. ربما احنا في الدول العربية نحاول ان نتجنب البعد السياسي، ولكن الدور الامريكي واضح جدا على كل المستويات في العالم. امريكا تؤثر في اوروبا، ونجد حتى الدول الاوروبية لا تتخذ قرار سياسي الا بعد ان يكون هناك التوجه الامريكي واضح لديها، وهذا واضح جدا ولا يحتاج الى ادلة. انا فقط اردت ان اسال الدكتور ممدوح، ولكن قبل السؤال انا اعتقد من المهم دكتور حسن علي والحضور ان نتحدث ربما في حوار قادم عن المقصود بتنويع الاقتصاد، لأن من السبعينات ونحن نتحدث عن تنويع الاقتصاد، ويبدو لي أن الذي نجحت في على الأقل دول الخليج هو بناء العمارات وبناء المجمعات السكنية،
وربما هذا هو التنوع المناسب، ولكن ما أدري إذا هناك توجهات أخرى فيجب أن نحدد أكثر من أن نكون بعبارة تتكرر منذ السبعينات. تنويع الاقتصاد، تنويع الاقتصاد، أعتقد التحديد بيفيد صانع السياسة أصلاً والمخطط الاقتصادي. النقطة التي أردت أن أطرحها أو أسأل الدكتور مندوح بحكم خبراته في الولايات المتحدة، طبعاً واضح جداً بأن الشركة الأمريكية الرائدة في حقل في ميدان النفط تتأثر بالانخفاض في سعر النفط. هل هناك أي اتفاق أو هناك أي تعويض أو هناك أي أفضلية تعطيها الحكومة الأمريكية لهذه المؤسسات، لهذه الشركات، حتى تتحمل انخفاضاً طويلاً في سعر النفط؟ دكتور مولدي. صباح الخير، أنا مولدي الأحمر من معهد دوحة للدراسات العليا وقسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. ممكن ترفع إذا تفتح استمتعت بالعروض، أنا لست اقتصادي ولكن استمتعت على كل حال. وفي المحصلة هناك مقاربتان، هناك مقاربة سياسية تتعلق باستراتيجيات الفاعلين السياسيين في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، المدخل لتحليل موضوع الأسعار من هذه الناحية. وهناك مقاربة اقتصادية تركز على السوق، أي تشتغل بمفاهيم ومقولات العرض والطلب، وتفترض أن الاقتصاديات البلدان المصنعة هي التي تتحكم في هذا العرض. لدي ملاحظة هنا، هناك حلقة مفقودة في رأيي في هذه المقاربات، وتتعلق بوزن حاجات النماذج التنموية المتبعة في البلدان المنتجة للمال وللدخل الريع البترول. وهناك ضغوطات كبيرة جدا على هذه المجتمعات لكي يستمر دخل البترول، لأنها دخلت في نماذج تنموية تتطلب ذلك. وإذا جرى تغيير، هناك مقترحات حول التنويع. عملية التنويع هذه عملية معقدة جدا لأنها هيكلية وتمر على سنوات كثيرة وتطلب تغيير آخر، والتغيير الآخر هو التالي: السياسة الداخلية في تصريف عوائد النفط وكيفية إدارتها على المستوى الداخلي. والثاني هو علاقة هذا الدخل بإدارة التناقضات الداخلية داخل هذه المجتمعات في السياق الذي نعيش فيه الآن منذ 2011. سؤالي إلى الاقتصاديين: هل تستطيع فعلا البلدان النفطية فعلا أن تقلل من إنتاجها في هذا السياق التاريخي، حتى لو قسناه بخمس أو ست سنوات لحاجتها إلى المال؟ ثانيا، لو افترضنا أنها خفضت هذه البلدان من إنتاجها، ماذا سيحدث على مستويين اللذين ذكرتهما، وهو التصرف أو التصريف السياسي الداخلي لعوائد النفط وعلاقته بالتناقضات الداخلية؟ الآن هل الاقتصاديون الذين تكلموا هل بإمكانهم إدخال هذه المعطيات الكيفية في تحليلاتهم الكمية ميثودولوجيك؟ كيف يحدث هذا؟ شكرا. السؤال للزميل ورا دكتور سيفن. تسهيل دكتور. السلام عليكم جميعا. الحقيقة يعني أنا سأدخل مباشرة في الموضوع وسألتزم في الوقت مشان الدكتور حسن لا يخاف من الكلام. إلى الأستاذ الدكتور محمود سلامة حول تحليله بأن أسباب الانخفاض هي أسباب سياسية، أنا أعتقد كاقتصاديين نعتقد بوجود قوانين اقتصادية. هذه القوانين الاقتصادية تقول بأن المحافظة على السوق أو المكان في السوق هو أهم من أي عامل آخر. يعني أنت إذا فقدت مكانك في السوق لا يفيد أن تكون الأسعار عالية أو منخفضة. أما المكان في السوق فتحدده تكاليف الإنتاج، لأنه لا يعقل أن دولتين، دولة تنتج النفط ب $30 لها نفس الحصة مثل دولة تنتجه ب $50.
تكاليف الإنتاج هي التي يجب أن تحدد المكان في السوق إذا كنا نعتمد على قوانين السوق. ولذلك لهذا السبب فإن تكاليف الإنتاج هي التي تحدد المنتجين وتحدد الحصص في السوق. أنا أعتقد إذن أن هذا التحليل الاقتصادي هو الذي ساد وسيسود في أي فترة أخرى بالنسبة إلى تحديد الأسعار. وشكراً. شكراً دكتور ياسير. حنعطي الفرصة للأساتذة يجاوبوا على الأربع أسئلة. أخذنا سماح بعشر دقائق أخرى، فسنأخذ أربعة مرة أخرى وبعد ذلك نعود للاستراحة. حسب التقديم الدكتور ممدوح ثم الأستاذ محمد الشطي ثم الدكتور خالد. دعني أبدأ بالإجابة على السؤال الذي طرحه الزميل هناك. في هذه القاعة في شهر نيسان الماضي تحدثت عن تنويع مصادر الدخل لاقتصاديات دول الخليج، وقلت في ذلك الحين أن دول الخليج لا تستطيع أن تدخل في مجال التصنيع لأنها لن تستطيع أن تتنافس مع دول ذات باع طويل مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين. هناك نوع من التصنيع يدخل في بتروكيميكال اندستريز، هذا صحيح، لكن قلت التنويع يبدأ في أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار كوحدة واحدة وليس كدول متفرقة في دولة مثل السودان التي تملك أكبر رقعة زراعية في العالم بعد البرازيل وروسيا، وأن ينتجوا معظم احتياجاتهم من المواد الغذائية هناك لتأمين الأمن الغذائي، بحيث تكون السودان هي سلة المأكولات بالنسبة لدول مجلس التعاون، وأن يصدروا ما يزيد عن حاجتهم بأسعار ستكون أسعار عالية لأن أسعار المواد الغذائية في تزايد. ثم تحدثت كذلك عن نوع من تنويع الدخل وهو استخدام استثمارات عالية في الطاقة الشمسية. دول الخليج تشرب مياه محلاة، وهذه المحطات تعمل على النفط وبعضها يعمل على الغاز، لكن غالبيتها تعمل بالنفط. فإذا استطعنا أن نحل الطاقة الشمسية محل النفط فإننا نكون قد أطلنا عمر النفط، زدنا من دخل هذه الدول وأضفنا فائدة بيئية، وتستطيع هذه الدول أن تنشئ محطات، آلاف المحطات في ساحل الخليج العربي وبحر العرب وبالنسبة للسعودية في البحر الأحمر. وتحدثنا كذلك عن الطاقة النووية. في نقطة ثانية أنه إضافة إلى هذا التنويع، دول الخليج تحتاج إلى رفع الدعم المالي عن المحروقات، وقلت في ذلك الحين أنه لا يعقل أن يباع لتر البنزين في السعودية ب 11 سنت أمريكي. هم يقولون السعودية دخل الفرد فيها من أعلى المستويات في العالم. إذا كانت هذه حقيقة واقعة، إذا المواطن السعودي قادر على تحمل 60 أو 70 سنت بدلا من 11 سنت. لا يعقل كذلك أن يكون سعر ساعة الكهرباء 3 سنت. بالطبع أنت تسرف في استخدام النفط في بلادك. علينا أن نطيل من عمر النفط ونقلل من الإسراف في استخدامه. ناحية أخرى، تحدثت في حديثي عن التواطؤ السياسي. في مطلع البرزنتيشن تبعي قلت النفط مثل عملة، جانبه سياسي وجانبه اقتصادي، ولا يمكن فصل الجانبين عن بعض. أنا أعود فأكرر أن رأيي الشخصي هذا أن كان هناك تواطؤا سياسيا، وأعطيت ثلاثة أمثلة. قلت حسب ظواهر الأمور هناك تواطؤ سياسي. الأمثلة التي أعطيها تؤكد هذا التماثل بالنسبة للشيخ اليماني وبالنسبة للبترو دولار. الوثائق موجودة ومنشورة، فبالتالي أقف عند هذا الحد وأترك المجال لزملاء آخرين أن يجيبوا على بقية الأسئلة.
شكرا استاذ محمد، لو في اي تعليق سريع. يعني تعليق سريع، طبعا اتفق مع الدكتور بالنسبه حق التنويع. لما نتكلم عن التنويع صحيح ان نعتمد على صناعه نفطيه، ولكن اصلا في صناعات مرتبطه بالنفط. احنا البتروكيماويات لو ندخل فيها ونتعمق فيها في كثير من المنتجات، وممكن هذه تكون ناحيه ايجابيه موجودة. هذه النقطة. النقطة الثانية، الطاقة الشمسية هي صناعة، هي صناعة ممكن توظف، ممكن يعني هي صناعة بحد ذاتها. فلو دخلنا واستثمرنا فيها، اتفق مع الدكتور في سالفة الاستثمار، زين الاستثمار سواء داخل البلد أو خارج البلد أو في شركات معينة في العالم، وهذه أيضا موجودة، ولكن نحتاج أن تكون يعني موجودة بأكثر. أعتقد ممكن أن نتجه تجاه التصنيع. فالتنويع يعني بالامكان، وفي تعريف طبعا دكتور خالد عرف انه في الان في تنويع، ولكن غالب التنويع راسي، ما في مو هوريزونتال. فعرج على التنويع. بالنسبه لسؤال الاخ، بالنسبه للبلدان المنتجه، هي هل هي قادره او هل تستطيع ان تخفض من انتاجها؟ نعم قادره. وماذا يعني بالنسبه حق الانفاق التمويل، يعني التمويل سواء السياسي او تمويل، يعني انا اعتقد في هذا الخصوص النقطه اللي ذكرتها انا، اللي هي المواطن الخليجي هو مواطن منتج، مواطن مسؤول. صحيح هو تعود أن يكون يعني اتكالي على الحكومات، ولكن لو أعطي، لو سوق له مشروع مثلا رفع الدعم بطريقة جيدة، أو يعني لو حصل المصداقية وتم تسويق السياسات الإصلاحية بطريقة يعني تسويقية جيدة، أنا أعتقد يعني حتى يعني قد يعني كوني مواطن يعني أعتقد مثلا يعني سياسة رفع الدعم عن المنتجات المحروقات في الكويت هي سياسة ناجحة، ولكن لم يتم تسويقها بطريقة جيدة، لذلك ما اقتنع فيها المواطن. أنا أعتقد المواطن الخليجي يعني مقتنع، ولكن طريقة التسويق وطريقة إيصال المعلومة غير موجود. الدول قادرة، والمواطن مستعد أن يدخل في وقت الأزمات ليقف زين ويدافع، لأنه في النهاية يعرف أنه مصيره، ولكن نحتاج إلى شراكة حكومية مع المواطنين. مشكورين. دكتور خالد، لا يعلق، لكن لا يوجد سؤال واضح. أحد الأخوة تكلم عن تقليل الإنتاج لرفع الأسعار، أنا كان رأيي لا تقلص الإنتاج، ولكن في نفس الوقت يعني تبقى الأسعار منخفضة. هذا فرصة مع شروع في إصلاحات جذرية وجدية حقيقة. إصلاحات الجدية، إحنا نتكلم عن التنويع هذا صعب، أصعب مما نتصور، قد حتى يتطلب ربما إصلاحات سياسية أبعد من الصلاحات الاقتصادية. في نفس الوقت لما نتكلم عن التصنيع، نحن لا نقول نحن نروح ننافس الولايات المتحدة، لا نتكلم عن إنتاج طائرات وكمبيوترات وأشياء من هذا النوع، نحن نتكلم عن أشياء أساسية. الدكتور ممدوح تكلم عن الغذاء على سبيل المثال، لماذا لا نشرع في الصناعات الأساسية على سبيل المثال؟ لماذا لا نصدر أسماك نحن؟ لماذا لا نعلب الأسماك ونصدرها؟ لماذا؟ يعني الشيلي هذه لها تجربة ناجحة في تصنيع التونة، تصنيع التونة بحيث أنه وتصدرها للعالم. يعني نحن لا عندنا ما عندنا أي تحفيز للتصنيع، عندنا قطاع خاص عال على الدولة مع الطفرات العقارية، ثم يموت بعد فقاعة أسعار النفط، ومستمرين على هذا المنوال. وأهم عنصر وأكبر عنصر والأكثر تحدي هو تنمية رأس المال البشري. تركيم رأس المال البشري، لا يوجد تركيم لرأس المال البشري في دول مجلس التعاون في تنمية، ولكن لا يوجد تركيم. في فرق بين التنمية والتركيم. لا نستفيد من الخبرات السابقة، يعني نعيد أنفسنا ونخترع العجلة في كل مرة، وهذا واضح في تجربة أسعار النفط نفسها. وأكتفي بهذا. شكرا. هنأخذ أربع أسئلة. لا، أوريدي سجلت الأسئلة، في الدكتور يوسف وفي الزميل وفي الأخت الكريمة والأخ الكريم، في أربع أسئلة فقط. فإحنا بس السؤال، لأنه إحنا قلنا ربع ساعة، إحنا أوريدي تعدينا على الكافي بريك بتاعتكم، فبعد هذه الأربع أسئلة ستتم حتى المناقشة بعد ذلك في على استراحة القهوة. الدكتور يوسف.
تحدث عن أوبك أنهم اتفقوا إنه أوبك اتفقوا على سعر النفط مسبقا قبل أن يصل إلى هذا المستوى الآن. سؤالي لك هو كيف تتفق مجموعة من الدول الذين يتصرفون ككارتيل؟ كارتيل يعني هم يحافظون على إبقاء الأسعار مرتفعة بتحديد العرض. فالذي فهمت من إلقائك إنه الإبقاء على حصة السوق كان هو الهدف الأساسي، ونحن نعلم أن مرونة السعرية للنفط منخفضة، وبالتالي إبقاء الإنتاج منخفضا سيحفظ الإيرادات، وهذا هو في النهاية الذي نريده وليس حصة السوق. فتكلفة الإنتاج في دول الخليج منخفضة ويستطيعون الإبقاء على حصة السوق. فأود تعليقا على هذا لو سمحت. دكتور خالد تحدث عن أثر سعر الدولار على إبطاء الطلب على النفط. في الواقع قد أختلف معك، لأنه وأتفق مع الدكتور ممدوح إنه سعر الدولار هو نتيجة وليس سبب. يعني الأزمة العالمية خفضت الطلب على الدولار مع انخفاض الأسعار العملي أسعار الفائدة، وبالتالي كان في هناك حاجة لرفع الطلب على الدولار من زاوية أخرى ليبقى سعر الصرف الدولار مرتفعا. دكتور يوسف الأخ. وملاحظة أخيرة اللي هي أني بتفق جدا مع الدكتور خالد على رأس المال البشري، حيث أن العائد على التعليم منخفض جدا وقد تكون له نتائج مدمرة في المدى البعيد. رجاء التفضل بالسؤال فقط علشان ما فيش وقت، وريدي احنا exceeded by 15 minutes. يعني محمد بن جاسم صحفي في جزيرة النت، عندي سؤالين. يعني بالنسبة للضيوف الكرام، هل ممكن نتكلم عن ما هو السعر العادل للبترول بين المنتجين والمستهلكين؟ نعرف أنه متغير. ثانيا، سيد شطي تكلم عن أن القرار متاع أوبك في العام الماضي كان قرار جماعي وكل دول وافقت، ولكن سبق الاجتماع وتلاه يعني تذمر عدد من الدول أعضاء في أوبك من هذه الأسعار التي تضر بهم، فنزويلا، إيران، وحتى الجزائر نسبيا. شكرا. يوسف، هنأخذ الأسئلة وستكون المناقشات في استراحة القهوة. الدكتورة منى مسعود، طبعا مش هطول على حضراتكم، أنا هقول نقط بسرعة كده. نقط أسئلة لو سمحت. سؤال: إلى متى ستظل دول الخليج تحت رحمة أمريكا مثل قطع الشطرنج لتحقيق مصالح وأهدافها، مصالحها وأهدافها؟ ولماذا لا تتحد دول الخليج مع بعضها ضد المؤامرة الأمريكية؟ تحدثتم عن المؤامرة الأمريكية وكان فيها طرف السعودية، لماذا لا تتحد دول الخليج ضد المؤامرة الأمريكية وتتحكم هي في ارتفاع أو انخفاض سوق النفط؟ لماذا لا تعتمد دول الخليج على استيراد 90% من المواد الغذائيه بتاعتها وغيرها من المواد من امريكا، وبتديها فرصه انها تتحكم فيها وفي مصادرها؟ هل هناك امل في ان يكون هناك نماذج لتغيير السياسات والعقليات للدول لاتجاه الى الاعتماد على نفسها واداره مواردها واستغلال ثرواتها دون الحاجه الى امريكا اللي بتتحكم في مصائرها؟ عايزه نموذج واحد بس لاتحاد الدول ومشروعاتها او استراتيجياتها علشان تتحكم في مواردها وتستغل ثرواتها. ولما الدول دي بتبتدي تستغل ثرواتها بنلاقي فيه بتخش الناحيه السياسيه وبتخش الحروب، ويتجه فكرها الى النواحي السياسيه والتسليح وغيره، وبتبعد نظرها خالص امريكا عن استغلال ثرواتها ومواردها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا الدكتور عدنان الرمزاني، مخترع بالطاقة النظيفة أو التنمية المتجددة، وحكم دولي للاختراعات. سؤالي، عندي سؤال ممكن مشترك واحد بين الدكتور ممدوح والمحمد وواحد ثالث حق الأخ الدكتور خالد. تأثير السوق السوداء على النفط نفسه، على دول الأوبك مثلاً والدول اللي خارج الأوبك، تأثيرها على الأوبك، هاي سؤال يعني دائما بحاول أجيبه باختصار. السؤال الثاني، المخزون في الولايات المتحدة، تأثير المخزون، هل أن المخزون الحين موجود يعطي مجال لأمريكا اللي تستمر بالمخزون اللي موجود عندها؟ أنا كنت في قطر البترول ومتقاعد من قطر البترول، اشتغلت 37 سنة في قطر البترول الحمد لله. شنو احنا او الطاقه المتجدده في دول الخليج،
مثلا ايش اللي يمنعنا؟ ليش احنا ما نستغل الطاقه المتجدده؟ عندنا الرياح، عندنا الشمس، عندنا كل شيء، ليش ما نستغله؟ لان انا اختراعي في الطاقه المتجدده نفسها ويساهم في حل ازمه الامن الغذائي والاستغناء عن محطات توليد الطاقه، توليد المياه من البحر اللي هي كارثه بيئيه. طبعا كلنا نعرف الديسيليشن يونت از كارثه بيئيه على البحر وعلى الجو نفسه. فليش احنا ما نتطور ونقدم؟ يعني ليش احنا ما نستقل الطاقه المتجدده في دولنا ونستغني عن ان احنا نستورد من برا؟ يعني بامكاننا احنا نستغني وننتج الزراعه هنا. شكرا جزيلا. والشيء الثاني حق الدكتور خالد، هل من الممكن احنا نفكر الربط مع الدولار ولا لا؟ شكرا. في الحقيقه الجلسه التاليه هي للمعالي الوزير عبد الله بن حمد العطيه، ومفروض انه يبتدي الجلسه الساعه 11، فاحنا في الحقيقه لم يعد لدينا وقت للاستراحه. انا قلت عاصفه رعديه يعني بمناسبه الجو. في البدايه قلنا ان هذه مقبلات، واذا اعجبتكم الوجبه سنقدم لكم المزيد. واضح أن المقبلات كانت شهية إلى أبعد الحدود، فتطاولنا على الكافي. الوجبة الرئيسية في الحقيقة ستكون في مارس القادم في المؤتمر 15 لمنظمة اقتصادية الشرق الأوسط الذي سيعقد لأول مرة في الدوحة بعد استضافة معهد الدوحة للدراسات العليا له، وسيحضر فيه العدد من الشخصيات الاقتصادية المهمة. سأذكر بعض الأسماء فقط أيضا لإسالة اللعاب. جيمس روبنسون صاحب كتاب Why Nation Fails، ولماذا تفشل الأمم. تشانتا ديفرجان كبير اقتصاديين البنك الدولي. ريموندو دي سوتو من لاتين أمريكا، هو فرانسيسكو هاوسمان من هارفارد، الاثنين هيكلموا عن تجربة لاتين أمريكا. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الاقتصاديين العرب، دكتور سمير المقديسي رئيس جامعة بيروت السابق، دكتور سليمان القدسي من مركز الخليج للاستثمار في الكويت، الدكتورة مجدة أنديل من البنك المركزي في الإمارات، إلى عدد من الأكاديميين. فكل هذه في الحقيقة الموضوعات ستطرح للمؤتمر لمدة يومين ونصف، فسيكون هناك الكثير من الوقت لاستضافة الأسئلة. الآن في الحقيقة لن نستطيع إلا أن احنا نجعلكم جالسين في القاعة، وسيقوم الأساتذة بدقيقة واحدة لابد وأن ننتهي بعد 4 دقائق. فالأساتذة الكرام الدكتور ممدوح، الأخ محمد، والدكتور خالد سيقوموا بالإجابة السريعة على ما تبقى من الوقت. ما قاله الأستاذ الشطي بالنسبة لموافقة أوبك على عدم خفض الأسعار، هي لم توافق بالإجماع، اضطرت مجبرة، لأنه حتى لو رفضت فالسعودية كانت ستجري قدما ولن تخفض إنتاجها بل ستزيد كما هو حاصل الآن. بالنسبة للبترو دولار، البترو دولار هو مسلط على رقبة الاقتصاد النفطي في العالم. لهذا السبب الآن روسيا والصين وقعتا اتفاقية لاستخدام عملتيهما في مبادلاتهما التجارية، خصوصا ما يتعلق بالغاز والنفط. بالنسبة للسعر العادل للنفط، أنا في دراسة لي اقترحت أن السعر العادل هو يتراوح ما بين 110 إلى 130 دولار للبرميل الواحد. هذا السعر جيد بالنسبة للمنتجين بحيث يمكنهم من الاستثمار في توسيع طاقتهم، وجيد للاقتصاد العالمي كذلك، لأن الدول التي تصدر لنا تدخل في حسابها وتضيف على قيمة صادراتها الارتفاع في سعر النفط، فبالتالي هي ترد إلينا ما نتيجة الارتفاع. فبالتالي أقول أن هذا السعر جيد للاقتصاد العالمي وجيد للدول المنتجة، وأقف عند هذا الحد. شكرا جزيلا. أعتقد أنه حان الوقت فقط لاستقبال الندوة التالية،
ومعالي الوزير في الخارج. أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى أن نكون قد استفدنا بعض القليل، وأشكركم مرة أخرى على أنكم حضرتم، لأن تكلفة الفرصة البديلة عالية والجو الممتاز في الخارج يدعو البعض إلى الاسترخاء. أشكركم وأشكركم على حسن الاستماع.